النهاردة هنكمل الكلام اللي بدأ في محاضرة الأسبوع اللي فات في اسكندرية، اللي كانت عن التداخل اليهودي الإسلامي. ويمكن يكون بعضكم شاف المحاضرة على اليوتيوب وبعضكم لا، فخلينا أقول لكم في دقائق كده ماذا كان فيها. في بداية المحاضرة طلبت من الموجودين أن احنا نعمل على الأسلوب الفلسفي الديالكتيكي انتقال إلى الجانب الآخر علشان نشوف كيف يرى اليهود المسلمين. ما هو علشان نعرف أو نفهم ما ينفعش يبقى طول الوقت إحنا بس أصحاب المنظور الواحد، يعني أحيانا يقتضي الأمر أن ننظر من الجانب الآخر. وضربت لهم أمثلة على أهمية ده، إنه لما بيجي الولد ويختلف مع أبيه أو البنت وأمها بيحتدم الخلاف لما لا يستطيع أحد منهم أن يرى من زاوية الآخر. فإذا طلعنا لمستوى أعمق أو أكبر هنلاقي الخلافات السياسية، إنه الجماعات أو الأحزاب أو القوى السياسية الموجودة في المجتمع كثيرا ما تهدر المنظور الآخر لصالح منظور وحيد بتتبناه هي، فبيتعقد الأمر. نفس الشيء مع الدول في صراعاتها، يعني لو دولتين في حالة نزاع وحرب على أي شيء واستطاعت كل دولة منهم أن تنظر ولو لوقت محدود من زاوية الدولة الأخرى، ده يخفف الاحتقان. طب ما بالنا بقى لو كان في خلاف ممتد بقاله مئات السنين، يمكن يكون هنا أهم وألح علينا إن احنا ننظر من الزاوية الأخرى ونشوف هما شايفين الأمور إزاي. وده طبعا بيتم بشكل ديالكتيكي، يعني بترجموها جدلي، بس الترجمة مش دقيقة، ومؤقت ولأغراض الفهم مش لأغراض الاستلاب من الموقف وتبني موقف الخصم، لا، إنما لتأسيس معرفة أعمق بالحالة. لما بدأنا نطبق ده لقينا إنه من الصعب أن ترصد أو تحدد أو تتبنى وجهة النظر اليهودية من الإسلام منفرداً. لازم يبقى الإسلام والمسيحية لا غنى عنها، مش بس علشان هما الثلاثة ديانة واحدة ليها تجليات متعددة، ولكن نظرا للارتباط الكبير اللي بينهم، بحيث أنك لا تستطيع أبدا أن تفهم الفكر الإسلامي بعيدا عن المسيحية واليهودية، لا يمكن. هتبدو لك الأشياء معلقة في الهواء، وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحية. كيف يمكن أن تكون المسيحية مفهومة أو مبررة أو بدون وجود اليهودية؟ وهنقول بعد شوية أدلة على هذا. إنما اللي قبل كده، إنه اليهودي أو وجهة النظر اليهودية أو البرسبكتيف المنظور اليهودي لا يرى الإسلام منفردا عن المسيحية، لأن دول الديانتين الكبيرتين
اللي جم بعده، وهو شايف ان الاثنين ملهمش لازمه ومستغرب من الناس دي. ليه؟ لانه اليهود كانوا مستنيين مخلص. ليه مستنيين مخلص؟ عشان هم بيعانوا، عايزين يعملوا دولة ويبقى لهم ملك، الملك ده يكون مسيح، وكل شوية يطلع حد يقول أنا المسيح، وهم يقولوا لا مش أنت. وبعدين جه السيد المسيح اللي بيؤمن به المسيحيين وقال أنا المسيح، قالوا له لا مش أنت، وحصل بقية القصة. بس المسيحية انتشرت. ازاي انتشرت؟ خدوا بالكوا ان انا بنظر هنا مؤقتا من زاوية النظر اليهودية، انه جه المسيح وقال انما جئت من اجل خراف بني اسرائيل الضالة، يعني حتى مش لكل اليهود، انا جاي اهدي طيب. بعد شوية قال اذهبوا وبشروا جميع الأمم. فاليهود يقول لك ايه الكلام ده؟ يعني ايه بشر جميع الأمم؟ يبشرهم بايه؟ ده احنا اللي مستنيين البشارة، هم حتى دي بيسلبوها مننا. يعني انجيل يعني انجيليوس يعني بشارة، بشارة ايه؟ والكل الأمم، هي الأمم مش مستنية حاجة، مش منتظرة شيء عشان تبشرهم بيه، احنا المنتظرين. فايه السخافة دي يعني؟ علشان كده لا تستطيع اليهودية انها تقر بالمسيحية. اولا لانه المسيحية عايزة تحول الموضوع لديانة، واحنا قلنا ان اليهودية مش ديانة، ده انتماء عرقي كان موجود وعرضناه من كم شهر في محاضرة هنا، وبعدين اتعمل النص المقدس بعد. يعني مش جماعة التقت حوالين عقيدة فأصبحت لها ديانة قائمة بذاتها، لا، ده هم موجودين كجماعة عرقية جايين من أور على حسب كلامهم، والناس مأمونون على أنسابهم زي ما ورد يعني في الحد. طيب خلاص، جايين من أور من جنوب العراق، ودخلوا اشتبكوا مع الكنعانيين والقصص المشهورة دي. وبعد على كلامهم 1000 سنة اتعملت التوراة علشان تأكد ان هم أبناء الرب. بس الأصل في الأمر أن اليهودية انتماء عرقي وليس ديانة. طب أنت يا مسيحية دلوقتي جاية تعملي ديانة لمين؟ وده الفرق الأساسي. النهاردة يوم الظهور كتير كده. وده الفرق الأساسي بين اليهودية والمسيحية، إن المسيحية قايمة على التبشير. يعني إيه التبشير؟ يعني الدعوة للديانة. اليهودية ليست تبشيرية، ما تبشرش بحاجة ومش عايزة حد ينضم لها، اللي بينضم خلاص بيسكتوا عنه ويقولوا عليه متهود أو هودي. إنما هي نسبة مرتبطة بالأم. ليه بالأم؟ عشان الأم هي اللي مفيش شك في نسبة الطفل إليها، الأب فيه بالذات في الأزمنة القديمة دي كانت الدنيا مفكوكة شوية. إنما ده الابن أو المولود أو المولودة يعني، ودي الأم.
فمن كانت أمه يهودية فهو يهودي، إنما اللي يؤمن بالبشارة هو مسيحي، والبشارة عند اليهود شيء ملوش معنى خارج نطاق اليهودي. ف يعني مستغربين هم مش كده وبس. ولما انتشرت المسيحية بدأت تعمل إبادة لليهود، وحكاية إنه يحلوا دم اليهودي ده مش مفهوم إسلامي، ده مفهوم مسيحي، وتم إقراره في أشهر مجمع مسيحي، مش أشهر يعني، من أهم الملتقيات المسيحية، اللي هو انعقد في إيليا اللي احنا مسمينها القدس، المدينة دي سنة 628، واجتمع الأساقفة من كل العالم ومعهم الإمبراطور، وقالوا له الأساقفة دلوقتي الديانة بتاعتنا جات عشان تؤكد مجيء المسيح. طيب الناس دي مش عايزة تعترف بأنه المسيح جه، وبالتالي دول كفار، فبقت العقيدة المنبثقة عن عقيدة سابقة تدين العقيدة السابقة بعين ما فعلته هي. هنا البارادوكس أو المفارقة المطلقة. فيروحوا لليهودي أؤمن بالمسيحية، يقول لهم مسيحيت إيه بس، وكان يذبحوه، وكانت مقتلة عظيمة في أنحاء الأرض يعني العالم القديم، ومورست فيها عمليات قهر وذبح ضخمة جدا. وإحنا التاريخ لأن بيكتبوا اللي موجودين فيسكت عن الحاجات دي، إحنا بس نلقطها كده من في الشواهد لما نيجي نركب الصورة الكلية، إنه هو معروف إن ده جهاد من أجل الرب، وما كانش لسه الإسلام انتشر. فاليهود مع الخبرة التاريخية شايفين المسيحية بلوى نزلت عليهم، وناس غريبة جدا وبتفكر بطريقة غريبة جدا، وانتشروا عشان عقدتهم سهلة وما فيهاش من ضربك مش عارف ايه اديله ايه، واعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. عند اليهودي ده بيعمل بيزنس ده ولا بيعمل ايه؟ وبعدين هو مش موجود اصلا، ولا القصة اللي انتوا بتحكوا فيها دي متسجلة عندنا اصلا، انتوا جايبينها منين؟ والكلام اللي انتوا بتقولوه ده انه الملك كان بيموت، وبعدين تقولوا المسيح مولود سنة 4 قبل الميلاد، نقول لكم ميلاد مين؟ تقولوا ميلاد المسيح. طب ازاي مولود قبل الميلاد ب4؟ عشان الملك ده كان هو مات سنة 4 قبل الميلاد. ايه اللخبطة دي؟ ده من وجهة نظر مين؟ اليهود. وجي الإسلام، فاليهودي بقى خبط كف على كف، قال لك ايه ده كمان، هي ناقصه، ده احنا ما صدقنا لقينا حتت ندارة فيها في ليبيا، بنغازي، في المدن الخمس الغربيه عشان بعيده عن سلطه الاسكندريه، وفي قلب الجزيره. قلب الجزيره دي منطقه قاحله جدا محدش بيروحها. طيب هم كانوا شطار في الزرع والقلع، والمناطق دي هناك كانت من 1000 سنة مناطق سيول، فكانت بتزرع، عشان كده عندنا المناطق بتاعت وادي رم ومدائن صالح والمجاري المياه بتاعت الأنباط دي كانت تعتمد على السيول، كانت بتزرع.
والحد يمكن 200 سنة فاتت بس من شهادات الرحالة أن المنطقة اللي هي شمال الجزيرة وبادية الشام كانت إلى وقت قريب نسبيا مناطق خضراء. فرحوا واستقروا في وادي خيبر وفي يثرب وقعدوا بقى هم يتخانقوا مع عايشين حياتهم بالكامل بعيدا عن المسيحية. جه الإسلام ومنشغل بالأوضاع العالمية، وعندنا أدلة كتير على كده. مثلا سورة الروم لسه في القرآن المكي في البداية، لما حصل ان الفرس اجتاحوا الشام واحتلوا مصر في حدود 617 نزلت السورة دي. المسلمين زعلوا على المسيحيين، ونزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض ثم أنهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. دي بشارة. وفي 14 سنين أو 9 وشوية يعني هرقل استطاع أنه يطرد الفرس. إنما بدأ الإسلام بإقرار المسيحية واليهودية والاعتراف بيهم، إنما المسيحية مش معترفة بيه. ليه يا مسيحية؟ قال لك والله المسيح قال في الإنجيل سيأتي بعدي أنبياء كذبة، فأي واحد يقول إنه نبي يبقى كذاب. ماشي. طب وانتوا يا يهود؟ قال لك احنا هنشق هدومنا منكم. ليه يا يهود بس؟ قال يعني عملتوا المسيحية دي اختراعة، التراث المصري القديم والتراث اليوناني اندمجوا ورحتوا واخدين إيزيس وإسات وعملتوها مريم وحورس وعملتوا ايه الكلام ده؟ كأن يعني هم عندهم اليقين الفظيع. طب وبعدين يا يهود؟ قالوا بعدين يطلع الإسلام كمان، يعني متلزقين فينا ليه كده؟ ايه اللي لزقنا فيكم؟ هلا الصلاة عندكم كام صلاة؟ لهم 5. يقولوا عندنا 5. طب ايه المحرمات عندكم؟ الخمر ولحم الخنزير. قالوا عندنا. هو احنا كده؟ طيب بتعملوا ايه تاني؟ بنختتن. طب ده الختان ده هو ال الأسئلة لليهود. يعني الملة في العبري هي حاجة من حاجات الختان يعني، والمختتن يبقى اسمه حنيف. فأنتوا عملتوا قصة كده غريبة جدا. أنتوا وبعدين أول ما جيتوا تصلوا رحتوا متجهين ناحية المكان اللي كان موجود من 700 سنة بتاعنا اللي هو أورشليم، ولما انهار ولما دمروا الرومان منهم لله إليانوس أورليانوس الإمبراطور مسح لنا العاصمة الروحية بتاعتنا من على وجه الأرض. وبعدين احنا المسيحيين عاملين مدينة تانية وسموها باسمه، وقالوا ان دي بقى فيها كنيسة القيامة والقصص بتاعتهم الغريبة دي. بالمناسبة الصحفيين اللي فيكم رجاء للمرة الثالثة بلاش السخف اللي بتعملوه ده، ان اكون بتكلم في سياق طويل وتجي لقط لي كلمة من النص وتعمل كأنك عملت سبق صحفي. انت كده بتدمر كل الجهود اللي بنعملها للفهم، عشان هم الولد او البنت ومدير التحرير التافه اللي هو بيشتغل تحت ايده يقول لك لا هات حاجه تشد. يوسف زيدان ينكر الاسراء والمعراج. ايه العباطه دي؟ يعني مش مكفيكوا ان الدنيا وقفت خلاص ولا حد عاد بيتكلم ولا بيفكر في البلد؟ كمان لما نيجي نعمل شغل تفسدوه مش معقول كده. المهم فتاني بكرر، أنا دلوقتي بستعرض منظور اليهود للمسيحية والإسلام.
ليه؟ مش طرف ذهني، عشان نفهم قضية بقالها 60 سنة الناس بتموت بسببها. ولو فضلنا كل واحد في خندقه هنفضل نموت في بعض. نرجع للمنظور اليهودي الإسلامي، يقول لك أنا مش فاهم إسلام إيه، بس واخدين الصلوات واخدين المحرمات بتاعتنا والكشير اللي هو الأكل الحلال وكل البنيان السيولوجي أو الإلهي أو الإلهيات يعني، والأنبياء هم بتوعنا يعني إيه؟ وبعدين موتونا وطردتونا من ياسر وخدتوا أرضنا في خيبر، وبعدين قلتوا يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هو احنا مشركين؟ ايه العافية دي؟ عشان كده الغل اليهودي له أصول. انت اكتفيت بانه اليهودي احفاد القردة والخنازير، معقوف الأنف، هو لا معقوف ولا نيلة، ما احنا بنشوفهم في التلفزيونات، ما ناس زينا عادي. وحكيت لكم مرة لما رحت في روما والندوة كانت في الحتة اللي هي فيها الجيتو يعني أو الحي اليهودي، كأني في اسكندرية، نفس الطريقة والشكل والستات اللي تخنت كده ونظرتها كده والشعر الأسود وكل شيء. دي أوهام بتحطها الميديا عشان مصالح سياسية، علشان وفي النهاية بتدمر الوعي العام. وكان موجود قبل كده في أوروبا، ولما شكسبير كتب عن شيلوك والرجل اليهودي البخيل عشان بيرضي الشعور المسيحي، بيلعب على هواه لأنه الناس تحب اللي يسيرها، واللي يشوف هواها فين ويديها منه. بس ده لا يطور الأفكار أبداً ولا يؤدي إلى ارتقاء أبدا في الوعي العام، ده يعمل غيبوبة، يعني يزيد في الغيبوبة زي ما الإعلام بتاعنا الأيام دي بيعمل. هو الناس عايزة إيه؟ عايزة تغني، أعمل لهم غنى. الناس عايزة إيه؟ تتفرج على حواديت، أعمل لهم مسلسلات وبس. هو أهم حاجة عنده الهيتس أو نسبة المشاهدة. ليه؟ عشان الإعلانات. ليه؟ عشان يعوض خسائره. طب وهو في النهاية من اللي بيغطي الخسائر دي؟ ما حدش يفهم، ما حدش بيسأل كمان، يعني ما فيش راجل رشيد في البلد دي يجيب القنوات التلفزيونية دي يقول لهم تعالوا هنا انتوا كلكم بتخسروا، امال فاتحينها ليه؟ يبقى في حاجة تانية. نرجع لليهود، شايفين المسلمين مستفيدين من البنيان العقائدي وفكرة النبوة، ثم بيطردونا، ثم بيلغوا المسيحية واليهودية لصالح الإسلام، وبعدين نتحارب. طب احنا مش قادرين نحارب، هنسكت بقى. ويسكتوا بقى 1400 سنة. 1400 سنة كتير. هو منسيش، هو قاعد في الجيتو أو اللي بنسميه حارة اليهود، وعنده ناسه وعنده أمهات بتقول للأطفال وعنده شيوخ بيحكوا للصغار عن المآسي، وبالتالي فهو كتلة من الغل المختزن. ويعمل دولة إسرائيل. احنا دلوقتي اول ما نقول إسرائيل او إسرائيلي او إسرائيليات يجي في ذهننا على طول مناحم بيجن. إسرائيل دي ما كانتش موجودة من 60 سنة، يعني معظم الناس اللي ماشية في الشارع برا سنهم اكبر من إسرائيل. وفي مرة كان محمود درويش في اسكندرية، فوانا بقدمه بقول انه في منتصف الاربعينيات
ولد محمود درويش، وفي منتصف الأربعينات ولدت دولة إسرائيل وارتبط من يومها. فلما طلع عشان يقول شعر، قال قبل بس ما أقول الشعر في تصويبة كده لازم، أنا أكبر من إسرائيل، إنه يعني عيد ميلاده هو قبل، أو يعني يوم ميلاده قبل قيام الدولة، وده صحيح لأنه تقريبا كان مواليد 42 أو حاجة كده أو 43. المهم، أمال طول التاريخ ده بقى كلمة إسرائيلي وإسرائيلية مين اللي حافظ عليها ومين اللي حافظها؟ المسلمين. القرآن يقول عليهم يهود ويقول عليهم بني إسرائيل. وموضوع محاضرتنا النهاردة اللي بنكمل فيه موضوع التداخل ده هو الإسرائيليات، ودي تسمية إسلامية بحتة. فننسى بقى المنظور اليهودي للموضوع ونرجع لمنظورنا احنا الإسلامي. والموضوع ده يعني مركب شوية. احنا عندنا في التراث الإسلامي المبكر جزء، وجزء مؤثر ليس كبيرا لكنه كبير الأثر، بيسموه علماء الدين والمشتغلين بعلم الحديث النبوي إسرائيليات. يعني إيه؟ يعني ناس يهود دخلوا الإسلام، هنتكلم عنهم بعد شوية، وقالوا حاجات، الحاجات دي دخلت في المفاهيم العامة للمسلمين وبقت مستقرة. طيب، تمت الإشارة ليها بأنها إسرائيليات، وبالتالي تم الحفاظ على التسمية. هم بيقولوا على نفسهم حاجات، إن هم أبناء زيون مثلا، صهيون، ولما تهدت مدينتهم ما فيهاش حاجة، خلاص بقية منها سواها بالأرض، ففي صخرة كده، صخرة حجر، قالوا خلاص احنا نتجه ليه لما نصلي بقلبنا علشان ما ننساش ان كان عندنا مدينة هنا. راح الوليد بن عبد الملك راح عمل عليها قبة، فبقت قبة الصخرة، ويبقى هنا المسجد الأقصى. طب فين الأدنى؟ ما الأقصى دي نسبة للأدنى، وبعدين ما كانش في حاجة هنا أصلا. أمال إزاي الكلام ده؟ طيب يا مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران، وفي القرآن يا أخت هارون، فيجي واحد يقول على فكرة هارون ده مش هو أخو موسى، فسيدة عائشة تحتد عليه، كانت تقول له هتكذب النبي؟ فالراجل ده اسمه كعب الأحبار قال لها يا ستي ما معرفش، يعني إذا كان خلاص النبي قال إنها أخت موسى خلاص يبقى هو أدرى، بس اللي أنا عارفه إن دول بينهم 600 سنة. فسكتت عائشة، ومن هنا تبدأ الإسرائيليات تدخل مع كعب الأحبار ووهب ابن منبه ومجموعة من اليهود اللي أسلموا. تاريخنا احنا بيقول كده، اليهود اللي أسلموا. التعبير ده عند اليهود كأنك قلت له نكتة. ليه؟ لأنه ما يفهمش يعني إيه يهودي وأسلم. يقول لك هنقول لكم من تاني، اليهودي من كانت أمه يهودية، واليهودي لا يوصف بالإيمان ولا بالكفر، ملوش علاقة. يعني هو هرتزل ده اللي عامل الجهود الجبارة دي عشان ينشئ دولة إسرائيل ما كانش مؤمن لا بموسى ولا ببتاع،
بس كان يهودي لأن أمه إيه؟ يهودية. وفرايد مش عمل لنا الكتاب بتاع موسى والتوحيد وبهدل الدنيا وقال لك الكلام ده أي كلام كله، وإنه كلام التوراة ده موجود في أناشيد إخناتون وبلاش كلام بس يهودي برضه. هي الحكاية مش إيمان، دي صلة نسبة ودم وقرابة أمومية. طيب يا يهود، يعني أنتوا عايزين إيه دلوقتي؟ احنا مش عايزين حاجة. التداخل اليهودي الإسلامي بدأ من المسلمين. يعني صحيح ان احنا في القرن بقى الرابع الهجري والخامس كملنا حاجات في التلمود لانه تشريعي بينظم يعني الحياة من بعض الاجتهادات الفقهية، ولما علم الكلام بقى وعلم العقيدة تعقد وكده المفكرين بتوعنا اللي زي موسى بن ميمون وزي سعد يجاؤون وزي اللي هو سعد بن يوسف الفيومي وزي ابن كمونة أخذوا أو استفادوا من علماء العقيدة المسلمين بالذات المعتزلة والأشاعرة أحيانا عشان ينظم لنا العقائد. بس ده متأخر قوي، الأساس أنتوا مقتبسينه من عندنا كله. وبعدين ترجعوا تقولوا أصله كعب الأحبار كان يهودي وأسلم، يعني إيه يهودي وأسلم؟ ما هو ما فيش حاجة كده، أنتوا عايشين في الخرافات. هو يهودي ولا مش يهودي؟ يهودي خلاص، فيش حاجة اسمها أسلم. طب هو المسلمين كان ايه يعني اللي هيدفعهم للتداخل مع التراث اليهودي؟ تدفعهم اشياء كتيره. اولا الاشارات القرانيه، والقران كتاب الله فخلاص يعني، والمسلم بيؤمن بكل حاجه جت في الكتاب حتى لو مش واضحه حتى لو مش موجوده، لأنه بحسب ترتيب المصحف بتيجي في البداية سورة البقرة، سورة إيه؟ البقرة، والبقرة دي مرتبطة بالتراث الإيه؟ اليهودي، وبالتفصيل بقى وأوصفها وقلنا وماش عارف إيه واتبحوا، وهم يبصونا كده إيه الناس دي؟ ده هم أصلاً اليهود اللي في الشام بيبصوا لليهود اللي في يثرب عن دول اي كلام، ولما نقول لهم بنو قينقاع وبنو النضير يقول لك ايه ده مش دي اليهودية، والناس دي بطبقش التلمود اصلا، هم مؤمنين بس بالتوراة ده اي وبعدين اصولهم مش عندنا. نقول لهم ده في يهود في الحبشة كمان واليمن يقول لك ما دي مصيبة سودة، دول مش يهود، ازاي هيبقوا زنوج؟ طب والقبيلة الثلاثاشر يقولك متهودين مش يهود، احنا قليلين جدا ومش عايزين نزيد. الفن، فن ما بعد الثورة. أنا حاسس إن المصريين ما عادوش بيتكسفوا والله، يعني ما بشوف مثلا حد ماشي فما حدش بيتكسف، ودي حاجة خطيرة، يعني على الأقل نخجل. زي بقول لهم امبارح واحنا قاعدين بقول لهم أنا بتضايق قوي من عدم العربيات، قال له عادي، اخطر حاجه ان يبقى عادي،
لان عادي يعني مش هتفكر في حل الموضوع. طب بس ده موت. نرجع لاخواننا دول اللي قالوا انتوا دي ناس متلزقة فينا بس احنا خلاص مش هنردهم، انما ما تقولوا ليش ان الحبشة وقلب الجزيرة دول يهود، وبعدين تتعاملوا معهم على ان هي دي اليهودية. ده يعني شيء غريب جدا منكم. بيقولوا الكلام ده همسا لبعضهم البعض او في كتابات لا تنتشر وبتتعتق مع الوقت وترسخ، واحنا عارفين ان القداسة فعل اجتماعي، يعني مفيش حاجة هي نفسها مقدسة، انما في حاجة الناس بتقدسها. فالقداسة ليست في الأشياء وإنما في المقدسين. يعني إحنا كمسلمين طبعا الكعبة عندنا والحجر الأسود وقمة القداسة، إنما عند الهندوسي والمسيح ما لهمش أي معنى. وإن كل ما يمتد الزمن تتكثف حالة التقديس وترسخ، ويبقى صعب جدا يعني التشكيك فيها. وده طبعا في ناس كتير استغلت الحكاية دي، انما مش موضوعنا دلوقتي. في مرة كده نبقى نتكلم في الموضوع ده، عشان غيزني قوي بتاع انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والله حاجة تشيب يعني. والسادات طبعا كان بيلعب، وكل اللي لعبوا مع الجماعات الدينية، على الله السيسي ما يعملش كده رخا، كلهم اكتووا بنارها، كلهم، كل الملوك والأباطرة والرؤساء والحكام الذين لعبوا مع هذا الأسد نهشوا في السعودية، في مصر، في أوروبا، في العصر الوسيط. السادات نفسه لما كان بيلعب بقى سنة 81 عايزين قانون كده، راح مطلع لهم بند اللي هو معذب الناس بقى كلها من سنة 81 لحد دلوقتي. ايه؟ تيجي مثلا تقول لواحد الحجاب ما نصش عليه الشرع، انكر معلوما من الدين بالضرورة. التركيبة نفسها من حيث اللغة في منتهى الخبث. مين قال؟ طيب قولولنا مجموعة الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة عشان ما نخالفهاش. هل مثلا الحجاب معلوم من الدين بالضرورة؟ يقولك والله في أقوال وأصل مش عارف إيه، ويوديك في متاهات يعني مش متفق على الموضوع ده أهو. فتقوله بس الحجاب ده يهودي. تعرفين من شهر كده، ما عرفش قلتلكوا ولا لا، كنت بعمل ساعات تيجي في بالي حاجات كده احب اتشك عنها، عن اللي ادعوا النبوة في فجر الاسلام يعني. فكنت بدور على سجاح، عارفينها سجاح؟ طلعت الست دي شخصية عظيمة جدا، والمؤرخين الاوائل سيبوكوا بقى من الافلام بتاعت فجر الاسلام و الهيئة المصرية العامة للسينما والتدمير المنظم اللي حصل لنا ده. ليه حصل لنا؟ عشان يداروا الخيبة، علشان محدش يفكر في انه حربنا مع اليهود اللي هي 4-5 حروب، معرفش عدد قتلاهم بس ممكن ما زادش عن 10,000، في حين انه عبد الناصر قتل لنا 70,000 شاب مصري في اليمن. حد بيتكلم في الحكاية دي؟ لا. ليه؟ علشان اليهود احفاد القردة والخنازير، بروتوكولات حكماء صهيون، الماسونية، حرب الجيل الرابع، وكل الهطل بقوا هم اللي في الصورة
وطبعا الحكومة عجبها ده. أيوة أيوة. صراعنا مع إسرائيل مش صراع أرض، ده صراع عرض. يا سلام يا أخي، شفنا الجماعات الإسلامية هي اللي بتنهك الأعراض وهي اللي بتاخد الستات، ما سمعناش أبدا عن واحد إسرائيلي اغتصب واحدة فلسطينية مثلا. يعني عرض إيه اللي أنت بتحكي عليه؟ آه طبعا في صراع، وصراع على الأرض، عشان أنتوا الاثنين شغالين في خرافة واحدة. هو شغال في خرافة إن ربنا جه لإبرام على جنب كده قال له بقول لك إيه، خد الحتة دي، راح عقدته كده لنسلك. نعم لا ما تقطعنيش، انا بتكلم، انا بقى في دنيا تانية، مش ما سمعتكيش اصلا. لنسلك يا ابراهيم، فانت قلت لا ما حصلش، موتوا بعض بقى، موتوا بعض. ويا ريت على مثلا منطقه الشام الخضراء اللي فيها الزرع والبرقوق، يا ريت حتى على الخليج اللي فيه نفط، يا ريت على مصر اللي فيها ميه بتيجي كل سنه وفيضان، على فلسطين اللي لا فيها زرع ولا ضرع. وهم قال لك طب على قدنا خلاص، احنا يعني ايه، واحنا كنا بنين هنا. قلنا لهم مش بنين حاجه يا جماعه، دي والله كانت العاصمه بتاعتنا، لا بتاعتنا احنا، دي اولى القبلتين. يا عم قبلة ايه؟ انتوا ما كنتوش اصلا الصلاة فرضت عليكم في الـ في الـ في الوقت المكي. هو كده. والمسجد الاقصى، يا عم ده احنا عندنا خرافة ان هنا كان هيكل سليمان، سيبنا في الخرافة بتاعتنا، احنا مبسوطين بيها عشان نعرف نعيش، عايزين مستند بقاء، الامم كلها بتفتك بينا، فاحنا قاعدين في حارات منزويه وعايزين امل نعيش بيه. لا ولا الامل ده بتاعتنا، وهناخد التسميه بتاعتكم، بيتها مقداش هنقول عليها بيت المقدس، ودي بقى بتاعتنا احنا، وهنموت عشان خاطرها. يا سيدي هي ما تمثلكش حاجه، نقول له لا، انه اول توجه لسيدنا محمد في الصلاه كان لأورشليم، وهو قال حدثوا عن اليهود ولا حرج. فيقول لك بس ما هو الأحاديث دي مش مظبوطة. يا عمي أنت غلطان، ده اليهودي بيقول للمسلم يا عمي هات لي مصحف أحلف لك عليه إن ما كانش في مسجد أصلاً في الوقت ده، وكانت مدينة مسيحية كان فيها كنيسة اسمها كنيسة القيامة أو كنيسة القمامة. ليه؟ كنيسة القيامة عشان قيامة المسيح، وكنيسة القمامة عشان كانوا الرومان بيرموا الزبالة هناك وبس. نقول لا هو كده، دي بتاعتنا. طب بتاعتكم على أساس إيه؟ على أساس أولى القبلتين. تاني ماشي، إيه بقى الإسرائيليات؟ عشان نفهم الإسرائيليات، لأني أظن والله أعلم إن طول 1400 سنة اللي فاتت دي محدش فهم موضوع الإسرائيليات. العلماء، علماء كبار طبعا، اختلفوا كتير في الإسرائيليات اللي هي القصص أو الحكايات ذات الصبغة الدينية اللي كانت بتروى في ضمن الأحاديث النبوية ودخلت في كتب الصحاح، حتى الصحاح يعني صحيح مسلم وصحيح البخاري والمستدرك للحاكم وإلى آخر الله، فانسربت فيه. فبعض العلماء يقولوا لا دي خطر يهودي تدخل لهدم الإسلام من داخله، وناس تانية يقولوا لا دي قصص وعظية يعني بتحنن القلوب وكده، فهاش أي حاجة يعني ضد الدين، بالعكس دي واخدة توجه يعني إسلامي خالص. وناس ثالثة، الثلاث المواقف يعني، الموقف الثالث يقول إنه الإسرائيليات يعني زيها زي أي حاجة،
نشوف اللي متوافق فيها مع الدين نقبله، واللي مش موجود أو مش متوافق مع الدين خلاص ما نقبلهوش. وكان أنا فاكر عبد القادر الجيلاني الإمام المحدث الفقيه الصوفي مؤسس الطريقة القادرية، ده متوفى 561 هجرية في بغداد، عنده كتاب كده اسمه فتوح الغيب، والكتاب ده شرحه ابن تيمية بالمناسبة. يقول في وسط الكلام كذا كذا بيوز يعني الناس، وفي الإسرائيليات ويذكرها كده وهو بيقول وفي الإسرائيليات، يعني واعي بالمسألة. طب إيه اللي دخلها أصلا؟ هنسيب موضوع اليهود والإسلام دقايق كده وبنبقى نرجع له تاني، هنسيبه علشان من أجل فهم عملية دخول واقتحام الإسرائيليات للتراث الإسلامي لابد من النظر في الحالة الأدبية العربية عند ظهور الإسلام. احنا عارفين الإسلام ظهر في قلب الجزيرة العربية، وعمق الحضارة العربية كان موجود في الشام وفي اليمن مش في قلب الجزيرة. يعني الممالك العربية الكبرى مملكة تدمر، والملكات والملوك العرب من قبل الإسلام ب500 سنة موجودين في المناطق دي، ماوية اللي في العراق وزنوبيا اللي في الشام، والقبائل العربية الكبيرة اللي موجودة في قوس في صعيد مصر، كل ده قبل الإسلام. وقلت لكم مرة قبل كده أنه حتى لما جم المسلمين يستلموا دمشق بعد حصارها من الجيوش الأربعة الكبيرة، استلموها من حاكم بيزنطي اسمه منصور، وملوك الأنباط في القرن الثاني الميلادي يعني قبل الإسلام 500 سنة كان اسمهم الحارث الأول، الحارث الثاني. الحارث الثاني ده هو اللي عمل الشكل اللي بيسموه دلوقتي خزنة فرعون المشهور ده بتاع البترة. ما دي حضارة عربية كانت موجودة، احنا لغيناها علشان العقلية الإعلامية التافهة اللي بتتفه وتسطح عقول الناس، متهيأ له ان يبقى الإسلام عظيم لما يبقى قبله ما فيش حاجة. هو مش كده، ده هو يبقى عظيم لما يكون قبله في حاجة. العكس، انما احنا نشوف فجر الإسلام نلاقي ناس شاخصة بعيونها في الأسق وجاء الحق ويترعش، فاحنا كده نبص بقى في التاريخ نلاقي جبابرة وإصرار وذكاء وبراعة شديدة جدا وخناقات مع بعض ودبح. ما فيش الصورة بتاعت الدراما التلفزيونية دي، ده مش حقيقي ومدمر. عشان كده لما بقول انه البلد دي او الثقافة العربية بقى لها 60 سنة بتتعرض لتدمير منتظم عن عمد، ده كلام مش من الهوى، لان مؤسسة التعليم والاعلام كان ممكن يكون مش واخدين بالهم، مش سريحين للخبل ده، جهلة، مأجورين، متآمرين، فاسدين، معرفش ايه السبب. بس اللي عرفه ان احنا بقالنا 60 سنة بنتعرض لعمليات تجريف منظم ومنتظم للوعي العام، ويخفي لك الحقائق ويديك صورة كرتونية كده هلامية. وطبعا لان الفن مؤثر فتقول لك ده عن الصحابي الجليل مش عارف ايه، ويجيبه لك باصص كده لفوق. ما كانوش كده، والتاريخ ما بيقولش كده. المهم نرجع للنظر في الحالة الأدبية
في قلب الجزيرة عند ظهور الإسلام. ليه بقول في قلب الجزيرة؟ لأنه في الشمال الحالة كانت مختلفة، كانت الثقافة ثقافة سريانية يونانية، يعني اللغة الناس المتعلمة واللي بتفهم واللي بتقرأ ما بيتعاملوش بالعربي، بيتعاملوا باللغة السريانية واللغة اليونانية، والتراث الكنسي كله والعلم القديم كله مكتوب باللغتين دول. عشان كده حتى احنا لحد دلوقتي بنكتب الصلاة في القرآن صلوة، ما ده النطق السرياني، والزكاة نكتبها زكوة، دي صيغ سريانية مش عربية، بس علشان الاستفادة من وقع التقديس لهذه الكلمة بناخد نصها السرياني. فدول عندهم منتج أدبي وفني بيعيشين عليه. طب في قلب الجزيرة بقى كان عندهم إيه؟ كان عندهم الشعر، مش كده؟ شعراء كتير، ومنهم ناس مشهورين جدا، وأشهر هؤلاء المشهورين كانت أشهر قصائدهم متعلقة فين؟ على الكعبة. خدوا بالكم، آه صحيح في سوق عكاظ وزي المجاز وفي التداول الشعر، إنما القصائد العشر العظيمات متعلقين فين؟ على أسوار الكعبة، على جدار الكعبة. فوصل الشعر إلى حالة قداسة، وكان ينظر للشعراء الكبار على ان هم فلتة. وقلت لكم على الوقعة اللي انه كانوا ناس جايين علشان يبيعوا سيدنا محمد من اليمن وتاهوا في منطقة جنوب مكة دي في السكة يعني، وبعدين استرشدوا بأبيات قالها امرؤ القيس، واحنا عارفين العرب في شعرهم الجاهلي كان عندهم طريقة للوصف ما عادتش موجودة دلوقتي. احنا دلوقتي نقول مثلا ايه، مركز الصنطة بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية، يعني بنبدأ من الصغير ونتسع بالدائرة فيه، ده نظام الوصف الديسكريبشن بيعتمد على كده. العقلية القديمة العربية مش كده، كانت تعتمد على التتابع، لأن هم تجار في القوافل، فيقول لك الإسكندرية فطنطا فالبنها فالقاهرة فالصنطة، دي طريقتهم في الوصف، بدأ من نقطة معروفة وبعدين هو دي السكة اللي تروح منها الصنطة. ما فيش الوصف بقى بتاع مركز الصنطة بمحافظة الجيزة، لا. وعشان كده في معلقة امرؤ القيس فاكرينها اللي أولها بيقول لأصحابه المفتردين يعني، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، المنزل ده فين بقى؟ بسقط اللواء، مكان بين ان بتوين يعني، الدخول منطقه، فحوملي منطقه، فتوضح منطقه، فالمقرات منطقه لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، ترى بعر الارقام في عرصاتها وقعانها كأنه حب فلفل. رح نقل لنا بقى صورة فنية بعد ما قال لنا المشوار كده ماشي ازاي، بدأ يقدم الفن. فلما جم الجماعة اللي كانوا تايهين
وقالوا لسيدنا محمد والله لولا مجوء القيس لهلكنا. قال لهم هو مشهور في الدنيا مغمور في الآخرة وهو قائد الشعراء إلى جهنم. حد يقدر بقى يجيب سيرة امرؤ القيس تاني بعد الكلام ده؟ طيب بس امرؤ القيس مش الشاعر الوحيد، في شاعر معاصر وزي بقى يعني ولا بقى مايكل جاكسون في شهرته يعني في زمنه لأنه عظيم جدا، وقلت لكم عليه من شهرين، زهير ابن أبي سلمة. ده الحكمة بقى والكلام العميق والأخلاق والقيم المعلقة بتاعته تحفة، والدين كمان، وقلت لكم الأبيات منها الشهر اللي فات، ولا من كلام امرؤ القيس قبل الإسلام، ولا تكتمن الله ما في نفوسكم ومهما يكتم الله يعلمي يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم. هذا الشخص عندما رآه النبي وهو في أول بعثته وكان زهير قد بلغ 90، ارتجف النبي وقال اللهم أغثني من شيطانه. هيجي حد يقول زهير بقى؟ طيب ابن زهير كعب ملك مذهول كده، ارجع لورا ركز. كعب ده انا بعتبره اجمل شاعر عربي في الزمن القديم. ابوه كان معلمه كويس الشعر واصول النظم، وكان ياخده، كانوا ساكنين في جده حتى كده ناحيه جده، وياخده على تله كده ويقعد يسمع له ويصلح له، لا دي تتقال كذا، لا خد بالك من كذا، وكان شاعر جميل. وليه اخ صغير غلبان كده كان شابوه مهتم بيه اسمه بوجير، واسلم، القصه مشهوره يعني. فكعب بعت قال له ايه الخيبه اللي انت فيها دي؟ ايه يعني محمد قال لك ايه يعني؟ عشان فالنبي سيدنا محمد زعل، قال اقتلوه ولو تحت أستار الكعبة. فلما بدأ الإسلام ينتشر وجد أنه في مأزق، فتوسط أو وسط أبو بكر الصديق وكان رجل طيب، فخده قال له طب خلاص صالحه بقصيدة، هو زعلان من بيت شعر، قل له أنت قصيدة، قال له حاضر، وعمل القصيدة اللي هي من أجمل القصائد العربية في الزمن السابق للإسلام اللي هي بانت سعاد، وشرحناها قبل كده مش كده؟ مش عملنا عنها محاضرة؟ مالكم مش معايا ليه؟ ما عملناش؟ في اتنين بس اللي يعني أقول ولا ما أقولش؟ لا بس عشان ما تكررش. بانت سعاد قصيدة جميلة جدا، دخل بالليل أبو بكر الصديق بشعر مغطيه كده، قال له ده شعر من البادية جاي رسول الله، جاي كاتب قصيدة فيك اسمعها، ده أبو بكر الصديق يعني. قال له قول. راح قال له بانت سعاده، وبانت قلنا معناها ايه؟ لا عكس ما الناس فاهمة، الناس فاهمة يقولك اظهر وبنوا عليك الأمان، فاللغة العامية غلبت على الفصحى فافتكرنا انه بان يعني ظهر، وفلان وانه فلان بين بيان فيعني ظهر، لا بان يعني ابتعد، والبون يعني الابتعاد. فهو بيحب بنت حبيبته ويقال انه كان مراته يعني اسمها سعاد، فسعاد اهلها ما هو عرب رحل بيرعوا، الكلأ خلص من هنا فمشيت معاهم، فهو بقى زعلان. بانت
سعاد فقلب اليوم متبول. متبول يعني محطوط في التوابل. متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إزرحل إلا أغن غضيض الطرف مكحول. الأغن اللي هو الغزال الصغير أول ما يتولد مكحول، لأنه أنت عارفين البقر الوحشي والغزلان بيبقى فيه الكحل الشديد. القصيدة طويلة وفيها غزل بالبنت اللي هو بيحبها، وبعدين يبدأ يوصل في المشكلة اللي هو فيها. يسعى الوشاة بجانبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. عشان إيه الوعيد؟ قلت خلوا سبيلي لا أبا لكم إن العفو عند رسول الله مأمول. هنا سيدنا محمد أدرك إن ده خلاص كعب بن زهير. وبعدين قعد يمدح قريش ويمدح النبي ووصفه بأنه سيف من سيوف الهند مسلوله. فالنبي قال له لا، من سيوف الله مسلوله، خد البس العباية ده عشان اللي يشوفك ما يموتكش. عشان كده بنت سعاد بنقول عليها قصيدة الايه البردة، يعني العباية. هي الفكرة فيها انه العباية الدهاله عشان تبقى علامة، ما الناس عارفة ان ده العباية بتاعة النبي الرسول، فمش هشوفه يجي موته خلاص بقى مع معاه يعني ايه عهد امان. هل قال كعب ابن زهير شعرا عظيما بعد هذه القصيدة؟ طيب، في شعراء تانيين، في الخنساء دي بقى طبعا احنا كلنا فاكرين الأبيات بقى المهولة بتاعتها لما أخوها مات، وأبيات مهمة جدا وفيها شعر كنا بندرسها ما عرفش في سنة كام، ونظرة جدا يعني يؤرقني التذكر حين أمسي فأصبح قد بليت بفرط نكسي. شوف الإيقاع راقي جدا. على صخر، وأي فتى كصخر ليوم كريهة وطعان خلسي إلى آخر. واللوعة بقى الشديدة، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي إلى آخر. والإسلام انتشر، وكان سيدنا محمد بيدلعها ويدللها، وكانت ست كبيرة قوي، ويفرد لها اللي هي البردة العباية دي، وأول ما يعني يشوفها جاية تعالي يا خنس، عشان بس الناس اللي فاكرة أن الحجاب والنقاب إسلامي والصحيح. أنا نسيت أقول لكم على سجاح، لقيت الطبري بيقول عنها وهي أول من لبس النقاب من غير اليهود. والطبري ده بدري قوي يعني. مهم، تعال يا خنس، وعيالها الثلاثة ماتوا في الحرب، هتقولي حاجة يا خنساء؟ قالت لا، الحمد لله ان هم دخلوا الجنة مفيش شعر. طيب، قال لك لا، بس عندنا حسان بن ثابت شاعر الرسول. في اي حد من اللي قاعدين فاكر اي بيت شعر الحسان بن ثابت؟ اتفضل. ما انت مش حافظه اهو. ماشي، ليه ده؟ انا ليه بسأل؟ لانه الشعر بيتحفر حتى على لسان الراجل بتاع كشك السجاير اللي هناك ده على الناصيه، هيقول لك مصائب قوم عند قوم فوائده. ده المتنبي. بذا جرت الايام ما بين اهلها مصائب قوم عند قوم فوائده.
والموسيقى بتستخرج. فاكرين الفيلم بتاع أماديوس لما سالييري يقول له للأسيس في أول الفيلم يقول له أنا موسيقار كبير بص اسمع كده، فالأسيس يقول طب استنى أقول لك على حاجة تانية، ويجي عمل له مقطوعة تانية هو مؤلفها، فالأسيس ثلاث مرات بالشكل ده راح بصص له كده سالييري اللي كان هيتغل من موتسارت يعني، قال له طب لحظة، وراح عامل له موسيقى موتسارت، قال له موتسارت ما الفن بيعمل نقش بند يعني أثر في النفس لا يمحى، سواء في الشعر أو في الموسيقى، سواء غنتها فيروز سواء في المقطوعة نفسها، أول ما بتسمع تننن 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 موتسارت على طول، أول ما تقول قفا على طول امرؤ القيس، بقلة أدبه ببلاغته، أول ما بتقول عيد بآيات على طول المتنبي، يعني الحاجات دي بتتحفر. طب الحاجات دي اتمسحت، الفن الأساسي عن عرب قلب الجزيرة خلاص، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وف آية ثانية وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب نشوف حاجة تانية بقى، القرآن الناس حفظاه خلاص ماشي، نيجي بقى للحديث، الحديث الشريف هو السنة. يعني ايه السنة؟ يعني الاقتداء بسلوك معين، والسنن نوعين، سنن قولية اللي هي انه في الموقف الفلاني قال النبي كذا، وسنن فعلية انه مثلا كان النبي يحب العسل، انا زمان كنت افتكرها بيحب العسل اللي هو مع الطحينة، ده اتضح ان ده ما كانش معروف في الجزيرة العربية، لما نقول العسل يبقى العسل الحضرمي الغالي ده الكيلو شاب بألف دولار ولا ايه، حبه للعسل والكذا دي سنن فعلية. طيب نروح لما جرى بعد وفاة النبي، مين اللي تولى بعده؟ قعد حوالي سنتين في غلب مقيم، ليه؟ لأن القبائل اللي كانت أعلنت إسلامها ارتدت، وبالتالي مش هيدفعوا الزكاة، فبكر الصديق قال لا مش هينفع كده، كده الدولة تنهار، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلته عليهم. يلا يا خالد ابن الوليد اطلع، وخالد ابن الوليد طبعا فارس عظيم، وراح وعمل العملة اللي انتوا عارفينها دي بتاعت ملك ابن نويرة وكده، عارفينها ولا اقولها؟ انه كان بيحب واحدة واتجوزها يعني واحد، فقالت فوق الأسرة يعني، وفي القبيلة دي بيبقى في اختلافات بينية كده في الدلالات بين العائد، ادفئ كذا يعني موت، فدبح الأسرة كله ودخل بيها، فمين زعل من الموقف ده؟ عمر بن الخطاب، قال له عزله، فأبوك قال له لا ما هش عزله،
يعني لن أغمد سيفا سله الله على أعدائه، عشان كده جت عبارة سيف الله المسلول، ده من كلام أبو بكر الصديق. بس طبعا هو في حاجة أعمق من كده، إنه سيدنا محمد نفسه دخل على صفية بنفس الظروف، مش كده ولا إيه؟ لحظة، الردة حكم محايث، المحايثة دي مفهوم من المفاهيم الفلسفية في البنيوية، إنه هناك أشياء لا يمكن فهمها إلا في ارتباطها بالعناصر المحيطة بها، هذا الارتباط يسموه المحايثة، اللي هي من حيث كذا. الناس اللي بتاكل عيش بالدين وأهداهم السادات المادة القانونية بتاعت إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بقى عندهم سلاح قانوني مسنون وفقهي اسمه الردة. البت دي كانت محجبة وشالت الحجاب، مرتدة. فلان ده بيقول لك لا عذاب القبر، مرتد. ده طبعا تهريج. ليه؟ لأنه مرتد من حيث اللغة ومن حيث الدلالة هي الشخص الذي تقدم لشيء ثم رجع عنه، ارتد عنه. فلا يجوز أن نطلق كلمة أو حكم الارتداد إلا على واحد هو كان هندوسي وأعلن إسلامه وبعدين بعد شوية كده قال لك لا مش عاجبني ومش هدفع الزكاة، يبقى ده المرتد. إنما الفيلم الهندي اللي شغال ده بقاله 50 سنة مش حقيقي، دي لعب، ان يقول لك زي نصر مثلا ابو زيد يطلع حكم من المحكمه طلقوا ابتهال مراته، يعني طلقوا ليه؟ عشان مرتد، مع انه هو نصر خدم الاسلام، يعني هو مثل اللي عمل موسوعة القرآن، وده شغل علمي صعب جدا، واللي عملوا القضية دول عمرنا ما شفنا لهم أي إسهام، ده بالعكس هم إدوا عن الإسلام صورة سيئة جدا باللي عملوه، إنما المنجز بتاعهم معدوم. ولما واحد من اللي حكمه نصر حب يجتهد شوية، دكتور عبد الصبور شاهين، وعمل كتاب بقى مفكر بقى حتى كده، وقال أبي آدم، كتاب اسمه كده، وقال إنه آدم مش شخص واحد، دول كتير، لأنه مرتد. ما فيش هزار. يعني ما هو ما هي تقول اللي احنا عايزينه وتغطي راسك وانت تحترم رغباتنا وتمشي زي ما احنا عايزين، يا اما عندنا حكم جاهز اهو، هو هيفتح الدرج هيطلع لك انه الرجل ده لابس جنس، الجنس ده ما كانش موجود ايام النبي، ده بدعة، وكل بدعة ايه؟ وكل ضلالة ايه؟ زي ما شفنا كده لما بتعمل داعش، انه كوافرات، استغفر الله، لعن الله الواشمة والمستوشمة، اذبح الاثنين، عملت شعرك يا اختي كده ومبسوط تعالي بقى، انما لو حلوة طبعا لا، طب خلاص خليكي هنا، انما هو عنده احكام جاهزة. وبعدين موت يا اخي، وتعرفين الفتوى الشهيرة الاسبوع اللي فات بتاع ان لو الامريكاني موتك
لو واحد من هنا يعني من بشار ولا من بتوع موتك ليك 77 حرية في الجنة، بس لو الجيش الأمريكي في قصر ليك 144 حرية. عشان كده لو تفتكر الأسبوع اللي فات لما قلت له في البرنامج قعدوا يقولوا لنا تكلموش في الجنس وفي السياسة وفي الدين، وهم دول كل الحاجات وهم خوفك، لا دي المحاذير التلاتة. طب ما يبقى محدش هيفهم حاجة، محدش هيفهم ان ما يسمى بالحركات الدينية في جزء كبير منه مشكلات جنسية يعني، وانه اللي هو رايح يلجأ لجهاد النكاح ده هو لو متحقق ولي زوجة ولا واحدة صاحبه واعرفش يعني، يعني ما عندوش المشكلة دي كان خف الضغط كتير. ولا يمكن يبقى فيه اتجاه ديني عنيف بدون نظرة متدنية للمرأة. أنا يمكن أعمل سبعية عن الموضوع ده هشوف، بس خلينا في موضوعنا. إنه في فجر الإسلام اتمنع الشعر بشكل غير مباشر، إنما حاسم، والأحاديث النبوية حصل فيها مشكلة غريبة كده. احنا عارفين من سيرة الخليفة عمر بن الخطاب اللي هو جه بقى بعد أبو بكر الصديق واللي اتسعت الدولة في زمنه واللي استلم المسلمين إيليا أو إيلياء اللي هيسموها بعد 300-400 سنة بيت المقدس، ما كانش اسمها كده. كان قبل إسلامه كان أكثر جلوسه مع اليهود، كل المؤرخين قالوا الحكاية دي. وقلت لكم قبل كده لما كنا عاملين المحاضرة عن التلمود إن التلمود ده هو المشنة والجمارة، والمشنة يعني التانية أو الدبل اللي هي تبقى بالعربي المثناه. وقلنا انه لما لقى عمر بن الخطاب الخليفة لما وجد ناس يكتبون الاحاديث في رقاع غاضبة ومش عارف ايه ومزقها وقلب حرقها وقال امثنات كمثنات اليهود، يعني انتوا هتعملونا تلمود؟ ليه قال كده؟ عندنا سببين. السبب الأول إنه كان عنده بعد نظر ومش عايز يحصل ارتباك في العقل الإسلامي في هذه المرحلة الأولى، وده اللي بيقوله معظم الكتاب يعني أو الباحثين. بس هو في سبب تاني، إنه عمر بن الخطاب في حديث يعني أو في التاريخ في السيرة النبوية دخل النبي عليه فوجده يقرأ من المثنات اليهود فغضب النبي وقال أمتهوك يا ابن الخطاب؟ متهوك دي كلمة ما عادتش مستعملة، معناها القديم الفصيح يعني انه حد كده فيه حمق بس مش مجنون. وهي قريبة قوي من تعبيراتنا المعاصرة اللي هو ايه، انت هتتدلع بقى ولا ايه؟ ويمكن منها مشتق التعبير العامي متسهوك، بس هي كلمة فصيحة. هاك يهوك هوكا فهو متهوك. فبيقول له في الحديث أمتهوك يا ابن الخطاب؟ على فكرة تلاقوها في الكتب مكتوبة في ساعات كتير غلط، لأن هي في النطق أمتهوك
لقيتها مكتوبة بالنون ومكتوبة بالجمع أمتهوكون يا ابن الخطاب. طبعا ما علينا، ده تحقيق النصوص، يعني تاخدوا بالكم بس من أهمية تحقيق النص. المخطوطات بتبقى مكتوب فيها الكلام بأشكال يعني كتير خطأ، فأحيان بينشر النص من غير ضبط أو تحقيق. بقية الحديث أمتهوك يا ابن الخطاب والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بها بيضاء، يعني واضحة جدا، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني انت هتيجي تقرالي من التلمود بتاع اليهود ولا من التوراة بتاعت اليهود؟ إذا كان النبي بتاعهم لو كان لسه عايش كان يبقى واحد من المسلمين. الكلام ده بيقوله سيدنا محمد لمين؟ لعمر. فبالتالي الخليفة اللي هيبقى بعد كده عارف الدرس، ان كتابة الاحاديث تهوك وخطر، ما تكتبوش. اتكتب امتى بقى الحديث واتجمع امتى؟ القرن الثالث الهجري. عشان كده حصلت اللخبطة اللي حكيت لكم عليها في محادثة الأسبوع اللي فات، إن بعض الولاد مش واخدين بالهم يقول لك والبخاري ولا. يا عمي لا، البخاري شغلته بس قعد يضبط الرواية وملوش دعوة بالنص نفسه. أنت هو ماله؟ بتهاجمه على إيه؟ هو دقق وما كانش لوحده في نفس الوقت، اللي ظهر فيه البخاري هو اللي فيه مسلم وفي اللي فيه قبلهم شوية إسحاق بن راهويه، وفي كل المحدثين الكبار دول أواخر القرن الثاني يعني 200 سنة ومنتصف الثالث، وبدأت الكتب دي تظهر وتنتشر أواخر القرن الثالث الهجري. طب وال250 سنة دي المسلمين ماشي كانوا بيفتحوا الأرض طبعا وكل حاجة، بس مش كلهم في الجيش. يعني الناس عايزة أدب، عايزة فن، وعايزة تفسر القرآن، لأن هم مجتمع مش علمي. الإسلام ما نزلش في جندي سابور ولا دمشق ولا اسكندرية ولا أتينا لا، ده نزل في ناس ما فيش معرفة وعلم سابق، وكانوا بيتسلوا بشرب الخمر وبقول الشعر وبالأسواق بتاعت التجارة. ما عادش في تجارة، في فتوح يكسب أكتر طبعا، وما فيش شعر عشان مش كويس، وما فيش أعداد سمر، وما فيش كافيهات. طب عايزين حاجة بقى، يطلع لنا جماعة اسمهم القصاصين والوعاظ. بدأ الأمر ببعض التابعين. احنا عندنا الشخص اللي يكون رأى النبي وتعامل معاه نقول عليه ايه؟ صحاب، لان يعني صحبه ولو ليوم. اللي يجي بعد يبقى اسمه تابعي. فمن اواخر الصحابة والتابعين جماعة بالصدفة البحتة يهود واسلموا، اشهرهم واحد اسمه كعب الأحبار. كعب الأحبار من اليمن، واسمه كعب ابن ماتع، وجه في زمن أبو بكر الصديق وأسلم. طبعا أسلم دي أنا أحطها بين قوسين لأنه فيش حاجة كده، حاجة ملهاش معنى يعني. وكان عمر بن الخطاب بياخده معاه في الرحلات وكده، ليه؟ بيحب
الحكايات بتاعته. واحنا قلنا ان الخليفة عمر كان قبل الاسلام اكثر جلوسه مع اليهود، واليهود عندهم حكايات. الحكايات دي حكايات اخلاقية بحتة، يعني انه مش عارف كانت امرأة يهودية، تمر على بئر فوجدت قطة تموء وتكاد تموت عطشا، فنزلت الشال بتاعها، ما هم كان هم اللي مختارين الحجاب، فنزلته في البير وبلته وعصرت للقطة في بقها المية، فدخلت بذلك الجنة. حكاية حلوة. انه كان موسى ولا عيسى ابن مريم، مع ان اليهود ما بيعترفوش بعيسى ابن مريم، معدي على واحد على قرعة الطريق كده قد قطعه الجذام، يعني اطرافه تساقطت بقى يعني ايه، وهو يئن ويقول الحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به بقية خلقه. يقول يا سلام، بيحمد ربنا هو كده، كلام يعني يبهج. أو يصحح معلومة، إنه لما يكونوا قاعدين وعائشة تحتد عليه في حكاية مريم ابنة يا أخت هارون، يقول لا لا مش هارون أخت موسى، تقول له أنت اولا ده دليل ان الستات كانت بتقعد مع الرجاله مبدئيا، بس عشان احنا فاكرين فجر الاسلام والكلام ده. فيقول لها ستي ما اعرفش، لو كان والله النبي قال كده خلاص هو ادرى، بس اللي انا اعرفه ان بينهم 600 سنه. فسكتت عائشه. حصل ايه هنا؟ اكتشف المسلمين ان وهب ابن منبه، وده برضو يهودي من اليمن، وكان مؤلف كتاب كده عن ملوك حمير وبتاع، ويقال انه ادرك النبي، ويقال لا جه بعد البعث. مش دي قضيتنا. قضيتنا انه في مجتمع المدينة في زمن الخلفاء الراشدين ظهر جماعة بيحكوا قصص دينية لها طابع وعظي، في وقت لا في شعر ولا في ستاربكس ولا في تلفزيون، ودي وسيلة التسلية الوحيدة، مش كده وبس، ودي وسيلة من وسائل فهم القرآن اللي هي التفسير. فراجت هذه المسألة وانتشرت في أنحاء الدولة تحت اسم القصاصين. تلاقي بقى في العواصم والمدن الكبيرة والقرى ناس عارفين حواديت يقعدوا يحكوها يوعظوا بيها الناس كده، وده كان في واحد واتجوز اتنين وبعدين ما كانش بيعدل بينهم، فواحدة قالت للتانية تعال نموته، فهم رايحين حكاوي. لما هيظهر الشعر العباسي هتختفي الحكاية دي. ليه؟ لانه بس طبعا مش يعني يلا بالساعه كده الشعر يظهر دلوقتي ده يسكت، لا، المسائل بيبقى فيها تداخل كبير، ودي ظواهر كبرى. مش القصاصين والوعاظ دول موجودين دايما، كل ما تكون البيئه فقيره ذهنيا، وكانت موجوده على فكره لحد السنه اللي فاتت، بس احنا رحنا مسمينهم ايه، الدعاء. ده دليل السذاجة اللي احنا فيها، يعني حتى مش بندقق في الدعاء دول. ده واحد رايح عنده ديانة او مذهب، ورايح لناس في غير يعني العقيدة دي عشان يدعوهم اليه. فلا احنا نسمع ايه، فلان الفلاني الداعية الاسلامي، اما هي البلد دي هندوسي، ما هم مسلمين بيدعوا لإيه؟ هو في الحقيقة اسمه واعظ، اللي يا جماعة وبتاع تعال نزرع فوق السطوح عشان نبقى حلوين وبتاع وكده،
ده وعظ مش ده الدعوة. الدعوة تكون غير المسلم، وفي نفس الوقت التبشير المسيحي، ما احنا عمالين نضحك على بعض طول الوقت. تبشير استغفر الله خلاص بلاش، البابا بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية وطايتل طويل كده، ومحدش خد باله من كرازة دي. ما هي كرازة يعني تبشير. وبعدين يطلعوا، كنت أعرف كده في الجرائد لحد لسه، القبض على مجموعة تقوم بالتبشير. نعم، أما للبطرخانة دي إيه؟ ده دورها كده اللي في العباسية، ده هي أساس الكرازة، مش المسيحية، المرقسية كمان. يعني مش القضية قضية الديانة المسيحية، ده قضية المذهب كمان. يعني أنت مسيحي إنجيلي؟ لا، الكلام ده تقوله عند أمه مش عارف إيه. أنت عايز تبقى مسيحي؟ أنتوا كلكم أولاد زنا، قال لهم كده الأسقف ده، تيجوا تتعمدوا من جديد عشان تبقوا مسيحيين. فهي تبشير مش للديانة، للمذهب. الجماعة الدعاة الفاطميين اسمهم دعاة ليه؟ علشان قعدوا حوالي 150 سنة يدعوا بإمامة آل البيت، يعني لازم يحكموا، فهم دعاة بهذا المعنى، بيدعوا لمذهب شيعي إسماعيلي داخل محيط سني. انما يجي واحد في القناه مش عارف الايه ولا بتاع ايه، واللقاء الان مع الداعيه الاسلاميه، ده كلام يضحك. يعني فعلا زي ما قال علينا المتنبي، احنا كده بقينا امه ضحكت من جهلها الامم، ولازم نعترف بكده عشان نطلع منه. اللي مش عارفين حتى نضبط الكلام اللي احنا بنستعمله. كانوا بيعملوا ايه بقى الوعاظ والقصاصين؟ نفس الدور اللي بيعملوه دلوقتي الناس الوعاظ برضو القصاصين اللي احنا بنسميهم الدعاء. يقول لك ايه؟ وكان يا احبائي في غزوة مش عارف ايه، وكان فيش مية، وبعدين دي مش عارف مين قال له اربط المية اشرب، قال له لا اسقي اخويا، فراح يسقيه وسقاه، وبعدين رجع له لأمات قال له يشرب من حوض محمد. المشاعر طبعا، لو في شعر وفن راقي جدا الناس تضحك على الكلام ده، ما هتقراه طبعا في التاريخ وخلاص، وعرفت دي مآثر الصحابة. انما مش محتاجين حد يقطع قلوبهم بقى. انما في مجتمع جاهل او يغلب عليه الجهل ومبسوط بيه وعنده وقت لانه ما بيشتغلش كتير، احكي بقى. فمن هنا اصبح هناك احتياج الى القصاصين والوعاظ في الدين. وبعدين جه الحديث بقى اتكتب، فبدا يدخل ما سوف يسمى بالاسرائيليات داخل منظومه التفسير، تفسير القرآن والأحاديث. ليه؟ لأن أبو هريرة مثلا كان متصاحب قوي على كعب الأحبار، وإحنا عارفين طبعا أحاديث أبو هريرة، والمسلمين بقوا مذاهب، فبقوا الشيعة، الشيعة طبعا ما بيطقوش للسيدة عائشة ولا أبو هريرة، فلما يجوا عند الإسرائيليات يقول لك لا، دي كتب الأحاديث بتاعتكم دي يا سنة، انتوا كلكم إسرائيليات، احنا بناخد بالكلام الدقيق بتاع الأئمة. ليه؟ لأن الإنسان محتاج دايما ان يبقى ربنا معاه، ده بيعمل له توازن نفسي. اليهود حلوا المشكلة دي بحل بسيط جدا، الأنبياء. وقلنا معنى الأنبياء مش على طريقة الإسلام كده، يعني محمد وعيسى وكده عليهم السلام، لا، في مثلا
الجيزة فيها نبي، الوراء في نبي. ايه نبي؟ يعني واحد بيطلع على منبر ويقول للناس يا جماعة راعوا ربنا، ما مش عارف ايه المنتجات الامريكية دي مكان كده، ربنا بيقول لكم او بيقول، فده نبي من النبوة الارتفاع. طيب وقفت القصة دي في المسيحية، فبقى عندنا ايه؟ الاباء البطاركة. بطريرك يعني ابو الاب او الاب الاعلى. شوفوا الذوق ارتقى. على فكرة بيسمعونا في الساقية في الغردقة، ومفروض يعني نرسل إليهم تحية المساء، نقول لهم عمتم مساء. كنا بنقول إيه؟ بيعملوا إيه بقى؟ البطريرك دي اللي هو الأب الأعلى يعني، يعمل حاجة في المسيح اسمها الاعترافات. الاعترافات يعني نصوص عقائدية، وبرضو مسمينا اعترافات مش عارف ليه، مع ان كلمة ما تدلش ابدا على الموضوع. يقول لك مثلا الله واحد لانه الاب والابن ثلاث اقانيم واحد امين. الاعتراف ده يعني النص العقائدي ده، نيجي تعالى فلان تقول تمام ده تبعنا، مش تمام هوتوقي مرتد اذبح، لان بيتحول اعترافات الاباء الى شيء تاني بيسموه في التراث المسيحي الاناثيما. اناثيما كلمه يونانيه معناها اللعنات. الكلام ده تقر بيه، والاباء موجودين سلسال بطاركه. لما هاجت الهيجه بتاعت روايه عزازيل، انا فعلا ما كنتش فاهم ليه لشهور طويله، مش عارف التشنج ده ليه. قلت له يعني انت هو زعلان ليه؟ اذا كان يعني الفاتيكان مش زعلانه، والارثوذكس في سوريا مش زعلانين، والكنائس في لبنان مش زعلانه، هو زعلان؟ قال لي هم مش بيحكي لي يعني، قال لي عشان دول مش فاهمين هو فاهم. قلت له فاهم ايه؟ قال لي ان انت لما تيجي تقدم كيرلس عمود الدين بالصورة دي، انت قطعت السلسال اللي بين البابا شنودة وبين المسيح. قلت له بس الفكرة دي ما خطرتش في بالي ابدا. قال لي لا، ما هو البطرك ده هو صورة المسيح المتتالية، فهو لما بينطق بيبقى هو المعبر عن الرب. إن مشاهد الكلام إيه؟ إن في ونس إلهي ممتد. طيب المسلمين بقى في القرن الأول عندهم القصاصين والوعاظ، ماشي. طب عايزين حاجة إلهية بقى، هنا يجي الحديث النبوي. أولا علشان يعمل حالة الإيناس بالسيرة النبوية، وعلشان يعمل تفسيرات للقرآن تنقذ العقل الجمعي من المتاهات اللي القصص المسمى بالإسرائيليات أوقعهم فيها، فيبقى الحديث يفسر القرآن. طب يا جماعة الحديث بيلغي نفسه، لأنه في الحديث
في حديث بيقول لا تكتبوا عني إلا القرآن، يعني ده حديث صحيح بيلغي فكرة الأحاديث الصحيحة. وعندنا عمر والحديث بيقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم نجيتم، يعني مفروض نقتدي بعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب قال ما تكتبوش الحديث. أقول لك معلش، يعني إيه معلش؟ يقول لك أصل السنة مكملة للقرآن. كل ده بقى ليه؟ لأن كل واحد حط وشجع حاجة معينة. يعني إيه حاجة معينة؟ يعني مثلا حديث ده بقى يعني زي الجنيه الذهب. الأئمة من قريش 1000 سنة، 1350 سنة واحنا خاضعين للحديث ده، انه يطلع عبد الرحمن ده ولد عبقري وبطل في الحروب وبيطور النظرية النسبية وعنده مشروعات تنموية لمصر مهولة، بس ما نقدرش نقول له تعالى دير الأمر. ليه؟ عايزين واحد من قريش، عشان الأئمة من قريش. تيجي تنقد الحديث يقول لك تنقد المتن ولا السند؟ هتنقد المتن؟ لا معلش، علماء الحديث اشتغلوا في المتن لما استوى. تنقد السند ليه ان شاء الله؟ ليه؟ مالهم قريش؟ ما هم اللي بيحكموا. ما هو خدوا بالكم، الدولة الأموية قرشيين، الدولة العباسية قرشيين، إحياء الخلافة العباسية للتغطية على حكم المماليك لمصر عباسيين، العثمانيين اللي خلعوا المماليك أحفاد عثمان أو نسبوا نفسهم يعني لعثمان بن عفان، وكل حاجة تبقى مقدسة خلاص. حتى رسم المصحف الشكل اللي تكتب بيه الكلمات، يعني أنا قصدت في رواية جوانتانامو إن أكتب الآيات القرآنية كتابة عربي، يعني قول رب السماوات يبقى واو ألف ت، مش زي ما بتكتب في المصحف. فالمراجعين إيه؟ عايزين نصلح الآيات، تصلحوا فيها إيه؟ قالوا لا مش على رسم العثماني. قلت لهم يعني عثماني نسبة لمين؟ قالوا سيدنا عثمان بن عفان. قلت لهم لا، ده عثمان الخطاط اللي كتب النسخة دي اللي الأزهر اعتمدها، وده راجل أعجمي تركي، وبالتالي صلاة تبقى صلوة وسماوات تبقى سموات، و ده كلام، ده تخلف انك تقدس واحد هو مش عربي اصلا بس خطاط وخطه حلو فرسم المصحف. الرسم ده رسم عثماني نسبة للرجل الخطاط ده، مش عثمان بن عفان. فانت عشان عندك اسهال قداسة كل حاجة عايز تقدسها ليه؟ عشان ضعيف، مش حاسس ان ربنا معاك. عشان كده بقول ان التصوف ينقذ بلادنا من الحالة، حالة الغيبابة اللي هي فيها دي. هنشوف. نرجع لموضوعنا. الناس تعبت. والوقت خلاص كمان خلاص. لا اصل لما الاقي ناس بتتنهد كده قولوا يعني واخرتها ايه الليلة إذن التداخل اليهودي الإسلامي بدأ من الجانب الإسلامي، والتوغل الإسرائيلي في منظومة الثقافة العربية لم يقم به يهود أم بمسلمين لاحتياجهم لذلك. ولما انتشرت كتب الأحاديث
والشعر العباسي خفتت قوة الوعاظ والقصاصين، خلاص بقت الناس عندها حاجة تانية. بس انسرب أو انسربت المفاهيم اليهودية المشوشة غير المعترف بها عند اليهود الأصليين بتوع أورشليم إلى المنظومة الفكرية العربية والإسلامية، فأحدثت الخلط ده. أنت بقتش عارف هو ده إيه بالنسبة لك، يعني هم بني إسرائيل دول أحفاد القردة والخنازير ولا دول حملوا الكتاب ثم لم يحملوه؟ إيه بالضبط فيهم؟ هم دول مش أنت بتقول، أنت اللي قلت بني إسرائيل، يعني ما استعملت الاسم العبري اللي بيقول انه غلب ربنا اسرائيل، يعني هم مش جم زايدوا عليك وقالوا لك احنا، لا ده انت اللي قلت ان اليهود دول بنوا اسرائيل، وانت اللي قعدت تاخد او تستحلب منهم تراثهم علشان تكمل بنواقص عندك، وبعدين جاي في الاخر وتنكف معانا كفايه كده. عندنا 5 دقايق، لو في سؤال من هنا وسؤال من الغردقه، والغردقه زي ما قلت لكم قبل كده هي مجتمع النخل في واد غير ذي ذرع. تفضلي. طيب، هي بتقول لي أشكرك، وثانيا إنه إزاي الاعتقادات غير الصحيحة تستمر. الاعتقادات والمذاهب والديانات ليس فيها صحيح وخاطئ، ده إيمان. الصحة والخطأ ده في المنطق، ده حاجة وده حاجة. الاعتقادات الإيمانية ليست عمليات منطقية، وطول ما هي محصورة في ضبط العلاقة بين الفرد وبين الإله خلاص روحي له بأي سكة أنت عايزة تروحي بيه. الطرق إلى الله على عدد أنفاس البشر، وفي الحديث حتى اللي هو مفروض بينقض نفسه ده، إن العبد ليزني بز الجنة، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يرى بين يديه تائبا فرا حتى يدخل به الجنة. يعني السكك، القضية مش في كده، القضية والخطورة في ان حد يتصور ان سكته دي هي السكة الوحيدة. هنا يبدأ يخطئ الآخرين على الجملة، ثم يخطئ الأقربين، ثم تنتابه النزعات الداعشية اللي هي كامنة في كل الناس. عشان كده هي داعش أول ما قتلت مين؟ مش الأزيديين، مش المسيحيين، قتلت جيش النصرة اللي هم سنة. ليه؟ عشان هو شايف ان سكته بس هي اللي صح. هنا الخطورة، مش الخطورة في ان هذا الاعتقاد خاطئ ولا صحيح، لا. طب يعني الهندوس بيقدسوا البقرة، المسلمين يضحكوا عليهم وياخدوها ويذبحوها والتنين يتجننوا. طب يا عم، ما انت في مصر القديمة كنت بتقدس البقر وبتقول ان حتحور بتاخد صورة بقر، بس احنا كنا بنذبحها. ايوه بتذبحها بعد ما تحرك لك الارض ومش عارف ايه، وبطقوس دينيه معينه بتسمي عليها حتحور، اطلعي بقى عشان عايزين ناكل. يبقى هي القضيه مش، ما فيش دين احسن من دين ولا مذهب احسن من مذهب، كل واحد يعتقد يعني ما يراه صحيحا، بس لا يتعدى بهذا.
ولا يستعمل الاشياء كحجه. ما هو هيجيب لك الاحاديث النبويه يمسكها لك بقى كده يقول لك بقول لك ايه، بص في حديث هنا بيقول من رغب عن سنتي طب يعني ايه؟ يقول لك كان سنته انه يلبس جلابيه قصيره، انت لابس بنطلون جينز، يبقى انت رغبت عن سنتي، يبقى انت ليس مني، يبقى انت مش من المسلمين، وما دام انت مش من المسلمين هدبحك وهاخد مراتك ابيعها في ميدان التحرير او اهديها للاخ حسن الداعشي عشان يستمتع. ادي الخطوره هنا. اتفضل يا استاذ. لم تلمح، ماشي. ماله ابن رشد؟ نعم. الأستاذ بيقول إن أنا لم ألمح إلى ابن رشد في المحاضرة عشان إحنا غيبنا العقل. أولا ابن رشد ملوش دخل خالص في اللي بنحكيه ده خالص. ابن رشد ده متوفى سنة 595 هجرية وفي آخر الدنيا هناك في قرطبة، وسياقه مختلف تماما عن اللي بنحكي فيه. سياقه مرتبط بلعبة السياسة والدين نفسها على إيد أبو يعقوب يوسف المنصور اللي برضه عايز يلعب الحنابلة، راح مشغل لهم مش عارف إيه وجاب ابن طفيل علشان يلخص له كتب أرسطو. ابن طفيل قال له عم أنا كبرت خلاص بقى، شوف كده عيل ناصح كده هجيب لك ولد ممتاز عنده 19 سنة بس عبقري. جاب له ابن رشد. ابن رشد قعد معظم عمره يعمل تلخيصات كتب أرسطو، وبعدين فجأة فرح أنطون قال لك ده العقلانية هي ابن رشد، وطلعوا لنا الجماعة دول ابن رشد ابن رشد ابن رشد. بس ده ملوش علاقة باللي احنا بنقوله عمر. وبعدين احنا اتكلمنا عن ابن رشد في سنة الفلسفة، فتقدر ترجع لمحاضرته. آخر السؤال من الجهة دي بقى عشان محدش يزعل. تفضل اللي ورا. أيوة أنت للغطسان. يعني ايه بقى الموضوع؟ احنا خلصنا الموضوع عشان نطلع بقى. اتفضل. لا ابعتهولي ده على الفيسبوك بجاوب لك عليه. عشان اللغات اختلفت. ما هو الله إلهيم اللات مسارة. يعني انت تقول الله مش هي الله، وتقول الله مش هو الله. الناس بتختلف لهجات ولغات، بس هو الفكرة فيه انه هو الموجود الاعلى المطلق. تفضل يا استاذ. في اسئلة من الغردقة. احمد فين؟ طيب اوكي تفضل. لا مش تلمود، التوراة. الأستاذ بيسأل بيقول إنه التوراة بتقول إن يعقوب سمي إسرائيل لأنه غلب الله واتخانق معاه وغلبه وكده، فإيه وجهة نظر الإسلام في الموضوع ده؟ القرآن ما جابش السيرة دي، بس القرآن استعمل اللفظة العبرية اللي بتقول إنه غلب الله معه. إسرائيل يعني اتخانق وغلب. يعني إيه وجهة نظر؟ يعني ايه كباحث؟ ما انا بقول لك اهو ما فيهاش وجهات نظر. يعني ايه وجهه نظري في ايه؟ هم قالوا ده في التوراه في سفر التكوين، والدنيا سكتت 1000 سنه. انت جيت واحيت ده،
هم كانوا ساكتين، لا كانوا بيدعوا لديانتهم وعمالين يزرعوا وخلاص. انا بقول ده ليه؟ خدوا بالكم، انا عارف ان الاسرائيليين المعاصرين اعداء لينا وبنتخانق، وفي ناس حتى من بيت زيدان ماتت في الحروب معاهم، يعني المفروض ان في، وانا نفسي عندي مشكلات كتيره معاهم من ساعه بروتوكولات حكماء صهيون، وبتعرض لأذى منهم. بس ده مش معناه اني اسير على المنولع ويلا وهندمرهم ومش واحنا اللي بيدمرنا حد تاني. هي دي الفكره، وده دور الفلسفه، انك تفهم الموضوع وبعد كده نخلص السنة دي وتشوف الكلام ده، وبعدين نبقى خد الموقف اللي انت عايز تاخده، بس تبقى فاهم. يعني ما تبقاش قاعد كده كل واحد سب ما راحش الحلاق بقاله شهرين وساب شعره ودقنه طولت فخلاص بقى شيخ ويقولك يلا على القدس رايحين. ده اللي ما ينفع، وده اللي بقى لنا 60 سنة فيه، عشان نلقي بإسرائيل وما وراء إسرائيل في البحر وما حدش ألقى حاجة في حاجة. وخد بالك الماسونيين جايين، الماسونيين مستنيينك تحت السلم، البروتوكولات حكماء صهيون بيدبروا العالم، عايزين يدمروا المرأة. خد بالك، نبقى نعمل محاضرة عن البروتوكولات يا الشهر اللي جاي أو اللي بعده. لا خلاص الساعة جت 9 وإحنا نعم السي دي يا أستاذ أحمد، أنتوا وعدتوا الناس بأنها تتيح المحاضرات على سيديهات، إن شاء الله يتحوها. شكراً.